وفريق صن داونز على فكرة بيفتقد لثلاث لعيبة مهمين جدا، ثلاث لعيبة مهمين جدا. الفرقة على فكرة عندها ما يقرب من حوالي 7 لعيبة مصابة، 7 لعيبة مصابة، ولكن في 3 مؤثرين. أولا مافالا المدافع اللي اطرد امبارح في الدقيقة الثانية، قلب الدفاع ده اطرد، فمش هيلعب ماتش الذهاب في بريتوريا يوم الحد اللي جاي، ده رقم 1. رقم 2، 2 لعيبة محور أداء فريق ماموريدي صن داونز، لاعب برازيلي اسمه لوكاس روبيرو واللاعب النبيبي بيتر شالوليلي، الاثنين مش موجودين بقالهم ما يقرب من حوالي 2 أسبوع، واحد عنده إصابة في العضلة والتاني عنده إصابة في الأنكل القدم، فبالتالي الاثنين مش متاحين في الفترة الأخيرة. ممكن يلحقوا ماتش الأهلي، يعني مش عايز أقول لكم في محاولات جادة جدا اللي الاثنين دول حتى يعني يلحقوا على الأقل لو ماتش العودة في القاهرة، محاولات جادة جدا. ولكن حتى الآن لوكاس روبيرو اللاعب البرازيلي وبيتر شالوليلي صعب جدا يلعبوا مباراة الحد اللي جاي، لأن هما في المرحلة الثانية من التأهيل، بيتر شالوليلي في المرحلة الثالثة، فلسه قدامهم شوية وقت، وكمان لما يرجعوا محتاجين مجموعة من التدريبات الجماعية عشان يلحقوا يلعبوا في المباريات، فأعتقد الوقت هيبقى ضيق جدا. ولكن دي لعيبة مؤثرة، والنهارده رولاني ميكوينا المدير الفني لصن داونز اتكلم عليهم في المؤتمر الصحفي، النهارده كان في مؤتمر صحفي واتكلم على مباراة الأهلي واتكلم على إن الغيابات دي مؤثرة عليه بشكل كبير، ولكن إحنا بقى كل التفاصيل دي مالناش علاقة بيها، إحنا ممكن كإعلام بنتكلم على الغيابات، أبرز اللاعبين، النجوم، والتحليل بتاعنا العادي، ولكن أكيد الجهاز الفني واللعيبة هيتعامل مع صن داونز على إنه فريق بيمتلك أفضل لعيبة في جنوب إفريقيا. عنده أولاً حارس المرمى، حارس مميز جداً، كان له دور كبير جداً في تأهل صن داونز وتخطى عقبة بيترو أتلتيكو، تصدى ركلة جزاء كانت ممكن تقلب المباراة في أنجولا. عنده ميكوينا رقم 4 لاعب وسط الملعب، افضل لعيب بيسدد في جنوب افريقيا ولاعب دولي في منتخب جنوب افريقيا. سيرينو عاد وظهر من جديد في التشكيله نتيجه طبعا غياب لوكاس روبيرو وبيتر شالوليلي. سيرينو ما كانش بيشارك قبل كده وكان بعد لفتره، ولكن ابتدى يظهر من تاني لما غياب لوكاس روبيرو وبيتر شالوليلي، فسيرينو موجود. عندك كمان تيمبا زواني بيقدم مستويات ضعيفة جدا الفترة الحالية، ولكن يبقى من أهم نجوم صن داونز، ممكن في اليوم بتاع ماتش الأهلي تلاقيه فايق، فلعيب مهم جدا. فمهما كانت الغيابات اللعيبة دي لعيبة مؤثرة حتى لو ما بتشاركش بشكل أساسي، ولكن فرقة صن داونز لازم تعمل لها 1000 حساب. عندي أخبار مهمة وعندي تفاصيل تانية، ولكن هأجل شوية الحديث.